بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد التحية والسلام وبعد الإجلال والفخر لكم أيها السادة الحضور الكرام، أخص تحياتي تحياتنا وسلامنا إلى المغيبين، كل المغيبين في غياهب السجون، وننقل لهم سلامنا من دار كليب وتحياتنا، ونقول لهم السلام عليكم أيها الأحرار، السلام على الشرفاء، السلام على المجاهدين والصابرين، السلام على العاملين بالحق الأوفياء للوطن، السلام على من لم يشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، السلام على من لم يضلهم من ضل، السلام على من دعا إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة، السلام على العمامة الطاهرة والنفس الأبية، السلام عليك يا أبا مجتبى ورحمة الله وبركاته. أيها السادة، لا شك إننا ننظر إلى اعتقال المجاهد الكبير الشيخ علي سلمان على أنها مصاب جلل، لكننا في الوقت ذاته نشعر أن هذه الواقعة هي في مفهوم الحياة قضاء وقدر مقدر، وهي في مفهوم المبادئ الإنسانية ظلم وحيف، وهي في مفهوم السياسة دليل على عظمة هذا الرجل وضعف الظالم، استناداً للقول المأثور إنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وإذا كان للظلم درجات فهذا الظلم هو أسوأ المظالم، لأنه قام على الحقائق الآتية: أولاً أنه ينم عن عدم حكمة الظالم وعدم فطنته وقصر نظره وسوء تقديره لعواقب الأمور. ثانياً، إن هذا الشيخ المجاهد رمز أمة، حاله حال بقية الرموز، وزعيم من زعماء طائفة معتبرة، وليس في مسلكه اعوجاج كي يظلم، سواء أنه قال لا، سواء أنه قال لا وأبى الذل ورفض الخنوع والركوع له. ثالثا، إن أسباب اعتقال هذا الرمز الكبير يؤكد لنا مرة أخرى على انتفاء الفطنة، نظرا إلى أن اعتقاله قائم على أسباب واهية وانغمار في الجهل، ومنها اتهامه بالدعوة إلى استمرار الحراك الشعبي، أي التظاهر الذي يصفونه بالعنف، واتهامه بالتحريض على كراهية النظام. وإذا كنا الآن لسنا بصدد البحث في أسباب الحراك الشعبي وأسباب كراهية النظام، وأنتم تعلمونها جيداً،
إنما نحن الآن بصدد البحث في مشروعية الحراك الشعبي ومفهوم الكراهية. فلو نظرنا إلى قواعد القانون والمنطق والفكر الاجتماعي والسياسي نستخلص الحقائق الآتية. أولاً، في شأن الحراك الشعبي، كما تعلمون ويعلم الجميع ويعلم النظام أيضاً، إن الحراك أن الحرية وفق، أنا سأنتقل إلى الدستور مباشرة لأن الورقة طويلة والإخوان أعطوني 10 دقائق فقط، ولهذا سأختصر. سأدخل في الدستور مباشرة. الدستور وفق المادة 4 يقول إن الحرية والمساواة مكفولة للجميع دون استثناء. والدستور أيضا في المادة 23 يقول إن حرية الرأي مكفولة أيضا، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة أو غيرها، ليس فقط بالكتابة والنشر وليس بالقول وغيرها، يعني يجوز لنا الآن أن نتظاهر. هذه وسائل من وسائل التعبير عن الرأي وفق ما جاء في الدستور. وفي المادة 28 ألف من الدستور أيضا، هذه المادة أكثر وضوحا، تقول إن للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار مسبق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة، ليس فقط عدم مشاغبتهم أو عدم منعهم، لا يحق لك يا ضابط أن تدخل اجتماعات، لا يحق وفق الدستور، ليس وفق ما نراه نحن. هناك مادة أوضح مما سبق تقول إن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة، هي المادة 28 ب من الدستور. الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماعات ووسائله السلمية ولا تتنافى مع الآداب العامة. مادة أكثر وضوحا تقول يكون تنظيم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور أو تحديدها بقانون، ولا يجوز لهذا القانون أن ينال من جوهر الحق والحرية، المادة 31 من الدستور، حيث كان الأمر ذلك، حيث أن الدستور هو التشريع الأعلى، بحيث لا يجوز مخالفته بقانون أو بلائحة، وحيث أنها دستور كما مضى قد كفل حرية الرأي وحرية الأفراد في التجمع دون حاجة إلى إذن، كما شرع وكفل حرية الاجتماعات العامة والتجمعات متى كانت سلمية، وصرح بصريح النص بعدم الجواز لأي قانون أن ينال من جوهر هذا الحق. فمن هذا نستخلص مشروعية التجمر السلمي المتصل بالحراك الشعبي. فإذا كان الأمر ذلك، كيف يجوز للنظام أن يعتقل أو أن يمنع أي تجمهر سلمي؟ هذا في شأن الحراك، هي التهمة التي توجه إلى كل مناضل فينا. التهمة الثانية الموجهة إلى سماحة الشيخ وغيره هي كراهية النظام. الكراهية هي مادة تعني البغض، والبغض مكنون في النفوس، مكنون في النفس. وما هو مكنون في النفس؟ لا يجوز إثباته بالظن والتخمين.
ولو صدر من أحد ما ما يوحي كراهيته لأحد بلفظ، قد يكون لغوا أو قد يكون اعتراضا. فبالتالي عندما نقول كراهية طبعا كنا نقصد اللي هو البغض، والبغض كما أكرر أنه لا يمكن إثباته بالظن. ثانيا، وفق قواعد القانون المدني وقوانين السياسية، أن الكراهية أو البغض هي دائما تكون من الشخص الطبيعي إلى الشخص الطبيعي، وليس من شخص طبيعي إلى شخص معنوي، أو من شخص معنوي إلى شخص معنوي. وبالتالي عندما نقول شخص يكره شخص، نعم قد نقبل بذلك، شخص يقبل نظام يكره نظام، هذا ليس في مفهوم اللغة ولا في القانون ولا في الفلسفة ولا حتى في القوانين السياسية، إنما فكر ابتدعته الأنظمة الدكتاتورية. ثالثا، حتى وإن ثبت أو افترضنا جدلا أن هناك قلة من الناس تكره النظام الحاكم، نفترض جدلا ذلك، فإن علماء الاجتماع والسياسة ينظرون إلى كراهية الأفراد للنظام الحاكم لا تعدو أن تكون إما وجها من وجوه الاعتراض عليه، أو ذما فيه، أو انتقادا له. وهذه الوجوه وأخواتها حقوق كفلها الدستور وأقرتها النظم الديمقراطية في الدول المتحضرة. يقول علماء السياسة أن أي نظام حاكم يرفض انتقاده ويحرم الاعتراض عليه ولا يقبل ذمه هو نظام غير ديمقراطي دكتاتوري. ويقولون أيضا أن أي نظام حاكم ليس همه إلا أن يرى من يؤيده أو من يواليه أو من يمدحه هو نظام غير مثالي وغير تقدمي. والحضارة لا تتوق إلا للحاكم المثالي التقدمي. أيها السادة والسيدات، باسم أهالي قرية دار كليب نستنكر جريمة اعتقال هذا الشيخ المجاهد، نظرا إلى أن هذا الاعتقال لا يمس كرامة هذا الرجل وحسب، إنما يمس كرامة الأمة التي يمثلها، التي طالما دافع وناضل وضحى من أجلها وأعطاها من جهده وحياته بما يفوق الحد المطلوب. ونحن نعلم أنه كان يئن ويبكي بصمت على الشهداء والجرحى والمعذبين والثكالى، ونعتقد أنه اليوم قد هدى أنينه ليقول لهؤلاء: أنا لست بأفضل منكم ولا بأحسن منكم. ولكي نوفي حق هذا الرجل أنصروه بالقول وبالفعل الحسن، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.